في حاجة كمان من الحاجات المهمة جدا اللي احنا بنستخدمها او بتنطلب مننا لتحصين المنزل او النفس، في حاجة اسمها عود الصليب. الصليب ده من الحاجات المشهورة جدا، رغم ان اسمه ممكن يبقى صعب شوية، ولكن دي من الاعشاب الهندية المشهورة جدا اللي هي بتطرد الشياطين وبتعمل على طرد الشياطين، وفعالة فعلا في طرد الشياطين، وليها ريحة طيبة وليست كريهة. واحنا ما ننساش القاعدة اللي احنا قلناها ان الرائحة الطيبة بتجلب الملائكة وبتطرد الشياطين. لازم نبقى الكلام ده في دماغنا كويس، ده هنحتاجه لما نيجي نتكلم في الحاجات اللي هي الريحة بتاعتها مش طيبة ومتنطلب ان احنا نعملها في البيت لطرد الشياطين او لتحصين المنزل.